على مد البصر تنتشر الألواح الشمسية هذه لتغطي نحو 40% من الطاقة الكهربائية في مقدشو، تجربة رأت النور قبل 3 سنوات ضمن مشروع طموح هدفه خفض أسعار استهلاك الكهرباء في العاصمة. تعمل شركة الطاقة الكهربائية على تكثيف جهودها للاستفادة من الطاقة المتجددة، وبدأت توسع نطاق استخدامات هذه الطاقة ليصل حجم تغذيتها إلى نحو 60% من الطاقة الكهربائية في مقدشو. حاليا تغطي هذه الألواح نحو 30 أو 40% من الطاقة الكهربائية في مقديشو، وفي القريب العاجل سنستفيد من الرياح لتوليد الطاقة التي ستحد من الانبعاثات والتلوث. الطقس الحار طوال العام في الصومالي وكذلك الرياح الموسمية عوامل مناخية تساعد القيمين على الاستفادة من مشاريع الطاقة المتعددة الاستخدامات لتخفيف أعباء مولدات الطاقة الكهربائية في البلاد. تعد هذه المبادرة للاستفادة من الطاقة الشمسية مشروعا طموحا يمكن الكثير من الأسر الفقيرة من الحصول على طاقة بديلة وبأسعار منخفضة جدا. برغم انخفاض معدلات أسعار الطاقة الكهربائية في البلاد في السنوات الأخيرة، تعاني أسر كثيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الكهرباء وتدفع فاتورة باهظة، لكنها تأمل أن تشملها مستقبلا استخدامات الطاقة الخضراء. نعاني من ارتفاع باهظ في أسعار الكهرباء، فلا نستطيع تشغيل بعض أجهزتنا التي تعمل بالكهرباء، لكننا نأمل مستقبلا أن تتوفر لنا استخدامات الطاقة البديلة. نتيجة غياب الرقابة الحكومية لضبط أسعار الشركات العاملة في مجال توفير الكهرباء، يبقى سكان المخيمات الأكثر معاناة، فهم محرومون خدمات الكهرباء حتى إشعار آخر. شافع محمد، مقدشو، الميادين.